وفرة البضاعة وانتعاش الحركة التجارية متلازمة لا تفوت الزائر لسوق الملابس بمدينة أطار هذه الآونة، حيث تزخر محلات السوق وأزقته بالملابس الجاهزة على اختلاف أحجامها وأشكالها، مغازلة ذوق وجيب الزبون في مشهد تتجلى فيه صور مماكسة التي تحكم العلاقة بين التاجر والمتسوق. ففي الوقت الذي يشكو فيه المتسوق غلاء الأسعار، يرى التاجر في تنوع العروض وما تتيحه من خيارات تناسبا مع القدرة الشرائية للزبون. كي ندخل في المرسى قطعا الأسعار واعرة ما هي عادة قاع بس تلك صغيرين ولا بس الواجهة الكبار كانت حقها غالي. الأسعار لاش منها طالع ش منها قاع وما هي كاملة بعد. أقابل رجعنا المنا إن شاء الله يؤد المبارك علينا وعليكم إن شاء الله. ان شاء الله العيد ان شاء الله زين في اللي فيه الحمد لله ان شاء الله نبيعهم عليات اللاجئين ان شاء الله يمشوا عنا ويجوا يشتروا الخياطه مسيفيق فتيره بيرسي كامل ان شاء الله حال لازم الحمد لله. مع اقتراب عيد الاضحى المبارك وفي غضون الايام المقبله ينتظر ان يتواصل الاقبال على اجنحه سوق الملابس حتى صبيحه يوم العيد. عبد الله الصوفي، قناه الموريتانيه، مدينه أطار.